إذا أراد الإنسان الطلاق، طلاق خراب. الطلاق كلمة يهتز لها عرش الرحمن. يجب ألا يجري لسانك بهذه الكلمة، هي كلمة كبيرة، هذه كلمة فيها ظلم للمرأة. ارجع للقرآن الكريم، ارجع للقواعد الشرعية. واللاتي تخافون نشوزهن فطلقوهن فعظوهن فعظوهن. الظلم ظلمات مع الدكتور محمد علي الملا، يأتيكم بإذن الله يوم الثلاثاء عند الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.